Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la page 13, écoute, s'exprimer. Écouter, s'exprimer, les objectifs, jouer un personnage de fille divers. Et raconter un fait divers ou t'aoud ala le fait divers de raconter que tu s'exprimer yani f ta'bir joue du rôle auteur de fait divers joue de rôle yani hiya la'ib al adwar f wahed le fait divers f wahed el hadath ghayr aadi yani soit tu es شاهد soit tu es هو اللي وقعت لك الحادثه ou tu es un gendarme un chi policier ou la chi haja f halaka نقراو le texte. 11 élèves du collège Sivigny, 11 élèves du collège de Sivigny à Paris, Paris, dans le 5e arrondissement, et leur professeur de chimie, ou le set de chimie, mais le daïra khamsa, ont été brûlés au visage, hier, par des projections d'acide sulfurique. لحقاش تحرقوا ترش عليهم داك لاسيد داك الماء القاطع ترش عليهم في وجههم كانوا كيديروا شي تجربه وترش عليهم في وجههم لور دون اكسبيريونس اون كلاس فواحد التجربه في القسم تو لي زونفون جميع الاطفال اجي دو 14 اون انفيرون اليف دو 3ييم لا ديريكسيون دي كوليج ا بريسيزي كوكين دي بليسي نيتي sérieusement atteint. يعني الإدارة la direction ديال الكوليج الإدارة ديال هاد الإعدادية أكدت بلي راه ما كاينش شي إصابات خطيرة يعني كاين إصابات طفيفة هنايا اسمحوا لي ما شرحت لكمش هادي لي زيليف دو 3ييم الدراري ديال اللي عندهم 3ييم مشاو اوسبيتاليزي مشاو لوبيتال ديال ليتابليسمون ديال المؤسسة ديالهم ديال اللي كاينه في الحي ديالهم سيكتور دو سيكتور دو ميم كولور بروفيسور هما الاستاذ ديالهم هاد الحدث نشر في الجريده ديال لو فيغارو لو 26 سبتمبر 1990 بالنسبه للاسئله عندنا 1 لي لارتيكل دو جورنال سي دوسو نقراو هاد لارتيكل هذا et relève dans le tableau de 4 colonnes ou fait le tableau qui fait 4 colonnes 4 ديال الخانات خاصنا نكتبوا لي بيرسوناج اللي لقيناهم هنا لو ليو لو طون اي لي كونسيكونس والنتائج ديال هاد لو في ديفير عندنا هنايا ا بارتير دي في رولاتي ici avec tes camarades de jouer le rôle des personnages qui sont intervenus dans cet événement ambulancier, policier, sapeur-pompier, témoin, personnel du collège et élèves. Donc, à travers le fil divers qui a dit les 11 élèves, nous avons un rôle camarade qui a joué un rôle de nous. Nous avons un rôle qui a dit les événements. Soit nous sommes ambulanciers, nous avons un rôle de nous, ou la police, nous avons un rôle de nous, ou la sapeur-pompier, rigal matafé, témoin, chouhoud, ولا بيرسونيل دي كوليج يعني الناس الاداره المدير ولا الناظر ولا شي واحد ولا لي زيليف التلاميذ عندنا في لو بيرسوناج شكون هما لي بيرسوناج اللي عندنا هنايا عندنا 11 زيليف دي كوليج سيفيني وعندنا لو بروفيسور دو شيمي وعندنا لا ديريكسيون بالنسبه لي اليو اللي عندنا هنايا عندنا كوليج سيفيني ا باري عندنا 5e arrondissement ou la classe de chimie. C'est le lieu où nous avons ici. Le temps, hier, ou le 26 septembre. C'est le 26 septembre ou le fait divers que nous avons hier. Donc, le 25 septembre. Les conséquences que nous avons ici. بغيلي ريسون غرافيتي يعني وقع لينا واحد يعني ماشي اصابه طفيفه ماشي بدون خطوره يعني هادو هما لي كونسيكونس اللي قانا غادي نكتبهم لكم دابا ها انا كتبتهم لكم المهم دابا تقدروا من اللي عرفتوا لي بيرسوناج والمكان ولو طون
ولي كونسيكونس النتائج تقدروا تمثلوا هاد لو في دي فير. واحد فيكم يكون هو البوليسي، واحد هو من هادوك لي 11 زيليف، واحد لو بروفيسور، واحد هو المدير. وان شاء الله غادي تتقنوا هاد الدور الا تبعتوا هاد لي بيرسوناج، عرفتوا كل بيرسون شكون هو، وعرفتوا المكان اللي غتمثلوا فيه، وعرفتوا لو طون، يعني تهضروا بلو طون وتهضروا بلي كونسيكونس الاحداث اللي وقعوا والنتائج ديالها. في لو كيسيون 2 عندنا ان جوندارم بورسوي اي اريت ان اوتومبيليست كي ا بري لا فويت ابري افوار اورتي ان باسون avec tes camarades jouer les rôles du gendarme de l'automobiliste et des témoins. واحد جندارم تبع قدر انه يوقف واحد سائق بعد ما تبعو لحقاش دار واحد لافويت واحد الهرب من بعد ما ضرب واحد الباسون واحد الراجل شي واحد كان غادي على رجليه وواحد لوطوموبيليست واحد السائق ضربو وهذاك الجندارم قدر انه يوقف داك السائق اللي هرب. يعني هاد السائق دار جوج الاخطاء، قدر انه يضرب الراجل وقدر انه يهرب. نتوما غتمثلوا الدور، واحد فيكم انت وصاحبك يمثل الدور ديال لو جوندارم، واحد يمثل الدور ديال السائق، وتحاولوا تشوفوا الدور اللي الحوار عفوا اللي دار ما بين هاد جوج لي بيرسوناج وتمثلوا قدام لي كاميرات ديالكم. لا كيسيون 3 تياو كونيسونس دان في ديفير سيربرونون avec tes camarades jouer les rôles des personnages de ce fait divers. يعني غادي تكون من خلال المعرفه ديالكم ضروري غيكون وقع لكم شي حادث يا في الحي ديالكم يا في الدوله ديالكم يا في المحيط ديالكم واحد لو في ديفير اللي بقيتوا عاقلين عليه. مثلا ديك الحادثه ديال رايان مسكين فاش كان طاح ديك البير، ولا اي في ديفير اي حادث غير عادي عاقلين عليه تقدر تمثلوه انت ولي زامي ديالك لي كاميرات عفوا ديالك، وان شاء الله غادي تنجح فيه الا كنتي عارف بالضبط الشخصيات اللي غادي تمثل والمكان، وتكون يعني داكشي يكون منسق وتختار الجمل بعنايه اللي يقدر يقولها البوليسي ولا البومبي ولا المدير ولا اي واحد كان حاضر ولا الشهود اللي كانوا حاضرين في داك لو في ديفير. بالنسبه لغاكونتي دي في ديفير يعني بروبوز دي تيتر انسوليت اي ايتونون à tes camarades, demande-leur d'imaginer des situations adaptées à tes propositions. يعني غتحاول تعطي شي عناوين اللي تكون يعني غير عاديه انسوليت اللي كنقدروا نلقاوها في شي في ديفير وكتثير الانتباه ديالنا، يعني كنقول واو نقرا هذا الشيء نشوف شنو فيه، شي حاجه خطيره ولا شي حاجه غير عاديه ولا مدهشه بحال هكا. انا غادي نعطيكم بعض الاقتراحات. الاقتراحات هما هادو: سي شوفو بلي لونغ، الشعر طويل جدا، بال ترانسبارونت، الكره الشفافه، لا سيشريس دي تور، الجفاف القاتل، ميزون فلوتون، المنزل العائم. يعني فاش كتسمع هاد العناوين كتعرف بلي هي شي حاجه غير عاديه ماشي حاجه طبيعيه ولا موالفين كنشوفوها كتجي مره في الشهر مره في العام، يعني شي حاجه كتكون غير عاديه. تقدروا تكتبوا هاد العناوين ولا تكتبوا عناوين من الخيال ديالكم ولا شي عناوين فايتين شايفينها في شي جورنال، ونتلاقاو في لاباج 14 ان شاء الله.